عليك معايا بقى واحدة واحدة. كل اتحاد كل فضل. اتحاد واللي يشوفه اللي تمام. يشوفه في مصلحة اللعبة تمام. مش تعنت ضد الأندية ولا الأندية تتعنت ضد الاتحاد. طيب. احنا كلنا في مركب واحدة. طيب. لو أنا اضطريت ألغي الدوري السنة دي فأنا بحي دوري السنة الجاية، يا إما هكمل دوري السنة دي وهموت دوري السنة الجاية. طيب. يعني هي اختيارات فإحنا لازم نقعد نفكر فيها. طيب ممكن تخليك بقى معايا واحدة واحدة عشان محتاج طيب. التركيز والرد على الأسئلة. يعني طب انت فهمني؟ انا فاهمك طبعا طبعا فاهمك، وهقول لك ان امبارح اصلا يعني كان في يعني انا كلمت ان في 17 اسبوع وفي موسم، لو جمعت ال 17 اسبوع مع الموسم الجديد وقسمتهم على 360 عمرهم ما يخلصوا، ده من غير توقفات. فكان طيب. يستحيل يا اما تلغي الموسم اللي جاي يا اما تلعب الموسم ده، دي حاجة. بالزبط. دلوقتي كان معايا المهندس فرج عامر امبارح وقال ان الاجتماعات ما كانتش محل مناقشة من الاندية، عايزين الدوري يرجع ولا لا؟ هل الكلام ده يعني انت لمسته في الاجتماعات او قاله لك كابتن اسماعيل ان الجلسة كلها ما كانش فيها ايه رأيكم ان الدوري يرجع الدوري ما يرجعش؟ لا، هو قرار هياخده او هتاخده اللجنة اللي بتدير اتحاد كرة القدم، اللجنة الخماسية، وهيتنفذ على الاندية. طيب هو سؤال، هو الاتحاد هياخد قرار كده عشان ياخده وخلاص يثبت ان هو قوي ممكن. ولا عشان ده اللي في المصلحه العامه؟ لا ممكن عايز يثبت ان هو قوي وان هو اللي بيدير وان هو اللي بيتحكم. طب لو ده المنطق اكيد ما اعتقدش ان ده منطق، ان انا عشان انا قوي تاخد القرار اللي ضد المصلحه العامه خلاص. طب هو قوي ولا مش قوي؟ اللجنه الخماسيه دي قويه ولا مش قويه؟ انا يهمني ان هي تبقى قويه، وليه ما تبقاش قويه؟ عشان هي اللي بتدير. وانا ليه طب تدير، بس تدير في للمصلحة العامة، مش تدير من منطلق العلم. خلاص. أنا أعتقد إن المسألة محتاجة إعادة دراسة ونخرج قصة الحكومة من القصة، لأن الحكومة قالت، لا الحكومة ما قالتش، أنتوا بتقولوا قول باطل. طيب أنا همشي معاك واحدة واحدة. أنت مش عايز الدوري يستكمل وعايز تلعب دوري أنا جديد. أنا بكلمك دلوقتي بصفتي أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة طبعًا الزمالك. طبعا طبعا الشخصية مش طبعًا. رأي مجلس الإدارة. لا 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 أنا عارف دي طبعا طبعا. أنا بتكلم معاك، أنت دلوقتي عايز الدوري ما يكملش. أوكي خلاص. طب بالنسبة للناس مش عايزه ما يكملش. ليه ما يكمل؟ يعني أنا مش فارق معايا يكمل ولا يكملش، أنا فارق معايا إن أنا ما بوظ مستقبل أندية. تمام تمام. هتعمل ايه في الهبوط والصعود؟ هتعمل ايه في الهبوط والصعود؟ فندم هو دي اول مره الدوري يتلغي؟ لا طبعا. يشوفوا عملوا ايه قبل كده ويعملوه. طيب الاهلي ياخد الدوري ولا ما ياخدش الدوري؟ اللي لو الاهلي كان خده قبل كده او الزمالك لما بيتلغي ياخدوا الاهلي، ايه المشكله؟ لكن لو ما كانش حد بياخده الاهلي ما ياخدوش، يعني المساله بسيطه. يعني تمام. حسب اللائحه، حسب ما اللائحه ما فيهاش ان الاهلي ياخد الدوري. طب خلاص ما ياخدوش. طب خلاص يبقى الزمالك قال لي الاهلي ياخد الدوري يا فندم. انت ولا فيها ان الدوري يتلغي ولا فيها ان الدوري يتلغي؟ يعني اللائحه لو جينا للائحه ما فيهاش ان الدوري يتلغي وما فيهاش ان الاهلي ياخد الدوري. وهي اللائحه كان فيها ان الدوري يتلغي في احداث بورسعيد؟ لا طبعا. لا ما هو بص خلي بالك ودي احداث قاهره. انا بص يعني الموضوع احنا عايزين الصالح العام، الصالح اللي يرضي نادي الزمالك والنادي الاهلي والانديه كلها ربنا. واللي يرضي ربنا طبعا الزمالك. واللي يرضي ربنا، اللي يرضي مستقبل الكوره في مصر. اذا كنا بنتكلم هو اصلا هي اصلا كانت ماشيه غلط. تمام. طب يلا نصلحها. طب ما تيجي نقعد في الكام شهر دول نصلحها ونبتدي على نظيف. طيب حتى نعمل انتخابات لاتحاد الكوره. هو ليه اللجنه دي هتفضل موجوده في حاله قررت اللجنة الخماسية استئناف الدوري الحالي؟ ما هو موقف نادي الزمالك؟ لا يعني موقف نادي الزمالك ده مجلس نادي الزمالك مجلس إدارة يجتمع ويقرر وشأنه. انا بكلمك وجهة نظري الشخصية. تمام. انا بقول دي مش خناقة. تمام. دي محتاجة ان اتحاد الكرة يبحث عن الصالح العام. تمام. الصالح العام ما يتحججوش بكلام الحكومة. الحكومة قالتش رجع الدوري. الحكومة تمام. قالت رجع النشاط الرياضي. تمام. رجع النشاط الثقافي. رجع النشاط الفني. رجع كل الأنشطة. تمام. مش معناها أرجع يعني أكمل الدوري، مش معناها كده. تمام. ممكن أبتدي دوري جديد، لأن ده حضرتك دلوقتي أنت عندك لعيبة. هل أنت بتقارني ببقية الدول اللي حواليا؟ أولا الدول اللي حواليا فاضلهم 5-6 ماتشات ويخلصوا الدوري بتاعهم. تمام. أنا فاضل لي 200 ماتش تقريبا عشان أخلص الدوري بتاعي. خلاص؟ فابتدي تعالى نحط قاعده جديده.
يعني ايا كان يعني تقريبا 155 بقربها يعني. تمام. في انديه لغت الامارات لغت الدوري بتاعها. ده صحيح رغم الامكانيات الكبيره. صحيح صحيح. لا ومصر امكانياتها كبيره، انا ما عنديش طبعاً مشكله، انا مش خايف من الكورونا دلوقتي عشان انا شخصيا مش بقول عشان الكورونا خلاص يا راجل، ده انت خلصت الكمامات اللي في مصر كلها مش خايف. ايوه لا انا قصدي ايه انت هم عايزين يبتدوا مش عارف 25/7 ولا 1/8. لا ده صعب جدا. ممكن يكون الكورونا ان شاء الله ابتدت تنتهي فمش دي الازمه. تعالوا نبتدي 1/8 بس دوري جديد. تمام. اللعيبه تاخد فتره اعداد محترمه، كان في تلاحم مواسم قبل كده. لا خلوا اللعيبه كويس، اللعيبه يريح، ما اللعيبه دول مش عبيد برضو. انت اتفقت